وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. وجرت العادة في كل عيد استقلال أن يقلد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مجموعة من الأشخاص المميزين واللي قدموا إنجازات لهذا الوطن بهذه المناسبة. وفي العيد 69 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية يعني استمرت هذه السنة الحميدة. ومعانا اليوم أحد اللي كرمهم جلالة الملك دكتور أنور البطيخي، كرم وقلد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للعطاء العلمي والأكاديمي. إحنا بنبارك لك دكتور أولا، وبنحييك كمان لوجودك معنا، وبنرحب فيك بوجودك معنا في برنامج يوم جديد. يعني الدكتور أنور البطيخي شغل عدة مناصب، منها رئيس للجامعة الهاشمية ونائب لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا وعميد بحث علمي بالجامعة الأردنية بكلية الدراسات العليا، ومناصب عديدة، وأيضا أخذت 13 جائزة قبل هيك. احكي لنا دكتور، يعني هذه الجائزة ماذا تعني لك؟ أولا شكرا لإعطائي هذه الفرصة. طبعا هذه أعلى جائزة أنا بأخذها في حياتي. أخذت جوائز كثيرة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وفي جامعة ولاية أيوا، وفي أمريكا، وفي الأردن كأستاذ مميز، وفي زمان أول واحدة في الأردن أخذتها جامعة جائزة شومان، وتوالت الجوائز بعدها. الحقيقة الوسام هو تقليد مهم لي، تقدير لإنجازاتي العلمية والأكاديمية، وطبعا هذه تعطيني حافز لأزيد من عطائي. بشكر سيدي صاحب الجلالة على تكريمه إلي بهذه الجائزة، رح تضل في القلب وتحفزني على أني أعطي أكثر. وكوني من الجامعات الأردنية الوحيد اللي بأخذها لشخصي ولأعمالي، هذا الشرف كبير إلي، بزداد في فخر. رح عطائي إن شاء الله يزيد، مع أنه ضايل لي سنتين للتقاعد، بصير 70. حضرتك العمر كله إن شاء الله. الله يخليك. ماذا تعمل الآن؟ أنا الآن أستاذ في الجامعة الأردنية، بدرس وبعمل بحوث. أي تخصص؟ تخصصي اسمه فيزياء التربة. بيعنى هذا التخصص في ملاحقة المياه بعد ما تدخل التربة. فوق التربة المياه اللي أنا مهتم فيه وبشتغل عليه تخصص الري، علم الري. بشارك علماء الري اللي أخذين التخصص في الري بتحديد احتياجات النباتات في الأردن، إن كان في وادي الأردن أو في شمال شرق الأردن في المفرق ومناطق أم الجمال والمناطق اللي أصبحت تساوي أراضي المروية. ما هو مهم في الأردن هي أراضي وادي الأردن. معظم بحوثي في أراضي وادي الأردن لأني كنت في البداية أشتغل في البحوث بالشكل الرئيسي، وما كانت لسه المفرق وأم الجمال ناضجة كأراضي زراعية. فمعظم شغلي في بداية عمري كان عن نبات واحتياجاته للمياه خارج وداخل البيوت البلاستيكية. ووجدنا في النهاية أنه إذا روينا على الأكثر نصف ما يرويه المزارع الأردني بكفي للنبات. يعني أنا بقدر أضاعف مساحة المزروعة في وادي الأردن بإعطاء النبات نصف ما يأخذه الآن على يد المزارع. بدال ما أروي 75 ألف درهم لازم أروي 150 ألف درهم،
وهلم جرى. إذن هي الخطأ في طريقة استخدام المياه. طريقة استخدام المياه. يعني ممكن الوقت كمان مثلاً الظهر. الوقت مهم اكتشفوه في وادي الأردن. هي بوقت الغروب بيكون أفضل حتى يكون مزبوط. في. بيعرفوا المزارعين بيعرفوا أحسن. طب هي هاي التخصص دكتور فيزياء التربة تابع لكلية العلوم ولا للزراعة؟ للزراعة. لكلية للزراعة. الزراعة. لأنه الزراعة تعنى بالمياه والنبات. المياه أهم مدخل في حياة النبات. كل ما زادت المي في الأردن كل ما وجدنا أراضي نسقيها. أراضينا كثيرة بس نقصنا المياه. المعامل المحدد في الزراعة في الأردن هو شح المياه. شح المياه ومع وجود هدر كمان في الاستخدام الخاطئ للمياه هذه. الهدر كبير. الهدر كبير للأسف. بس نحن عم نستفيد من المي كأردن أكثر من غيرنا. يعني 60% من مجمل أراضي من مجمل مياه الأردن بتروح للزراعة. هلا عم تنقص لأنه عم بياخذوا منها للشرب. وطبعا بنفهم نحن إنه الشرب أهم. طبعا. الشرب أهم. بس الأكل كمان مهم. طبعا. عشان ننتج. طبعا. بدنا نزرع نروي. هون بيطرح سؤال، هل الأردن عم تنتج صح ولا غلط؟ غلط غلط غلط. أنا بدي أخفف زراعة الموز والحمضيات والبندورة بالمقابل شو أزرق مثل ما عملوا بعض الدول اللي حوالينا. أزرع كيوي بدال الشجر، أزرع نباتات طبية ونباتات عطرية ونباتات أسعارها غالية أصدرها لأوروبا واليابان ومناطق بحاجة ماسة لها، تنباع بأسعار 5 دنانير الكيلو بدل ما أصدر بندورة دينار الكيلو. وعم بيت وعشر قروش مرات بتصير. والمزارع عم بياخد متر المي ب12 فلس بينما عم تجي عبيوتنا بعمان بتنكات 7 دنانير المتر. فأنا ضد زراعة المحاصيل التقليدية. أنا مع زراعة المحاصيل التقليدية لاستهلاك الأردنيين. أما أصدرها لبرا بقدر أزرع إشي أحسن يجيب لي أسعار أحسن ودخل أحسن. مثل ما قلت لك إسرائيل قطعت كل شجر حمضيات وعم تستورد من غزة، عم تاخد الحمضيات وتبيعها في الغرب أوروبا وأمريكا كجافا أورنجز. أنت حمضيات يافا. أوكي. ف بطلت خلعت كل الحمضيات اللي عندها، خلعت الموز اللي عندها تزرع. والكيوي الكيلو كتير أغلى بالحمضيات كتير بيجيب دخل أكتر. طب المزارع بيعرف هذا الحكي؟ يعني مزارع مغلوب على أمره. هل هذا الكلام دكتور يعني بس الأكاديميين اللي بيعرفوه والطلبة يعني بدرسوه؟ إحنا بدنا إياه يطبق، بدنا إياه ينتشر بين المزارعين، يكون في حملة وعي حتى المزارع يعي أهمية هذا الكلام اللي بتحكيه كثير مهم. هو في مشكلتين. المشكلة الأولى عند المزارع أنه مش بإيده الحكم على الزراعة. مشان هيك أنا بنادي بالنمط الزراعي. النمط الزراعي نعطي رخص لكل مزارع شو يزرع. أبدأ بالتسويق مش أبدأ بالإنتاج. أعطي شهادات أو كتب للمزارع، مسموح لك 5 جرم بندورة، 2 باذنجان، 3 كيوي، 4 زهور، 5 شو اسمه، بس ببدأ بالتسويق، بوقع اتفاقيات مع المزارع، وبخليه ينتج على طريقتي يا شركة، بأسس شركة وطنية، بوقع عقد معه قبل ما يزرع، بيقولوا له بتزرع 3
بندوره وبتنتج على طريقتنا. نحن بنقول له اي بذره اي شكل يزرع، بنقول له امتى يسقي امتى يرش، اي دواء يسقي، اي بذره او شكل يستعمل، امتى يحصد، كيف يحصد، كيف يعلم، يكون كيف في دورات تدريبيه، والطياره جاهزه بتفق معها للتصدير انه بتاريخ كذا بدي اسطر لاوروبا. مش بليره الكيلو، بخمس ليرات الكيلو. هذا اللي بدي اياه انا، هذا اللي بدي اياه من المزارع. يعني والله الشغله الثانيه ستي، المزارع عم بفشل اي مشروع حكومي للسبب التالي اللي علينا نحله، اللي عم ببيع للمزارع الكوميسيونجي. الكوميسيونجي مسيطر على السوق، والمزارع ما عنده حيله الا يضل مرتبط بالكوميسيونجي. حاولت بياخذ منه نسبه طبعا. لا، طول السنه الكوميسيونجي معيش المزارع، بده يتجوز بدفع له يتجوز، بده يجوز ابنه بدفع له يجوز، بده يشتري بزر بدين البزر، بده يحج بحج على حساب الكوميسيونجي، لما ينتج مجبور يودي انتاجه للكوميسيونجي، بحاول الكوميسيونجي يبيع له اياه، لا بياخذه على الكويت على السعوديه وبقول له بعته بهالقد لك هالقد. بالنهايه اللي عنده 30 هو بيتحكم في اللي عنده 30 درهم بياخذ 3000 ليره، وبيع على الكوميسيونجي 12000 10000 طن. فهون الحلقه اللي مو قادرين نحلها، واللي فيه لها حلول كثيره، بس للاسف المزارع بده مصاري طول الموسم، بده يعيش كمان، يعني حقه، فبده يعيش. بديل يعني المفروض على هذا الكلام دكتور اللي بتحكيه يكونوا المزارعين هم الطبقة الأغنى طبعاً في الأردن طبعاً. إذا صح إذا بنشغل على هذا الموضوع بشكل صحيح. الآن ما بعد الجائزة دكتور؟ يا ستي أنا عمره بحياتي من وقت أخذت شهادتي الأولى والثانية والثالثة ما كان عندي فراغ. بالنهار بشتغل 8 ساعات وبالليل بشتغل. ما بعد الجائزة رح استمر في شغلي. ما بعد التقاعد؟ رح استمر، بقدرش اقعد. في عندي بالبيت كمبيوتر 3 أو 4. بيتك في حديقة حواليه دكتور؟ ما بنزل على الحديقة. مش فاضي. بدي اسالك شو زارع فيها؟ كيوي ولا موز ولا لا انا عمليا الحديقه كثير صغيره، كنت ساكن ببيت كبير، بس اولادي تجوزوا وطلعوا بعت البيت واخذت بيت صغير الي ولزوجتي، حديقته صغيره كثير، مش محرزه احط فيه كيوي ولا احط فيه حتى افوكادو ولا قشطه ولا بابايا ولا ولا اسمه، ما فيها الشجر، فيها شوية ورد وشوية زهور، فيها أحلى وردتين حضرتك وزوجتك. ربنا يعطيكم الصحة وبنبارك لك كمان مرة على الجائزة ومنها للأعلى. يعني أمثالك دكتور قيمة كبيرة للأردن، المفروض نستثمر وجودك يعني نستفيد من هاي الخبرات الجميلة لتحسين قطاع الزراعة يعني في الأردن. مكتبي ما بيفضى طول النهار شغال على كافة المستويات. نسيت أقول لك أني أنا أسست باقتراح من سمو الأمير حسن الجمعية الأردنية للبحث العلمي قبل 19 سنة وأنا رئيسها 19 سنة. مش قابلين يريحوني، فيها هلأ حوالي 500 عضو. جمعية هدفها نشر ثقافة البحث العلمي في الأردن. نجحنا إلى حد كبير كبير كبير، صرنا نسمع بكلمة البحث العلمي. كل أسبوع في كل شهر في محاضرة، كل سنتين في مؤتمر خاص. لكن حتى البحث العلمي بده فلوس، يعني كله هاي بده فلوس. هي هاي المشكلة الأساسية في إنه ما عندنا أبحاث علمية لأنه كلها بدها دعم. نحن أخذنا بالجمعية بالدعم من مؤسسات عالمية مثل اليو اس ايد لكنها غير كافية دكتور. كوميونيتي مشروع
بتناول التدريس المدارس صف ثامن وتاسع، التعليم عن طريق الاستقصاء وليس عن طريق التلقين، ونجح نجاح رهيب مع 11 جامعة أوروبية، نحن كنا الوحيدين خارج أوروبا جمعية ونجحنا نجاح رهيب. هلأ عنا مشروع جديد وقعناه مع اليو اس اي واليوروبيانز، راح يعجبك، شغالين عليه، كيف إدخال عنصر السيدات الأكاديمية. حلو. بعدد أكبر، هلأ العدد ما بيتجاوز 5-7% بالجامعات. إحنا بدنا نرفعه. صحيح، وقبل شوي كنا عم نحكي عن تمكين المرأة ودور المرأة. بدنا دور المرأة. كل التوفيق، كل التوفيق دكتور، وأنا بشكرك دكتور أنور البطيخي، وببارك لك كمان على الجائزة كمان مرة، وبشكرك لوجودك معنا والمعلومات القيمة. أنا شخصيا تعلمت كثير معلومات أول مرة كنت بعرفها عن الزراعة. شكرا لك، ومبارك وسام الاستقلال من الدرجة الأولى. شكرا. أهلا وسهلا. مكملين معكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا.